في نقلة حضارية تمت هنا في قرية سيتسو الأمراء، مش بس في قرية سيتسو الأمراء، هي في 6 وحدات محلية بيشملهم 66 قرية هنا في مركزين ناصر وبيبا. عندنا 12 وحدة محلية، في 6 منهم في مركز بيبا بس بيغطوا 46 قرية تم نقلهم نقلة حضارية، كانوا بيعانوا عشان كده كنا بنسميهم الأكثر احتياجاً. صح، المركز الأكثر احتياجاً، عشان كده شملت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكان أول مركز معنا هو مركز ناصر بعدد 66 قرية 1616 مشروع، اتحولوا من قرية كانت بتعاني من المياه الجوفية، من عدم وجود طرق داخلية، مش بس كده حتى الفصول كان فيها تجدس. فحضرتك عارف أن المبادرة الرئاسية مبادرة هدفها التنمية الشاملة، عملنا مجمع خدمي زي اللي موجود ورا مننا بيشمل مركز تكنولوجي، وكمان بيشمل مكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي وسجل مدني وشهر عقاري، مش بس كده مقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس الشعب المحلي. عندنا 6 مجالس قروية، اجمالي القرى التابعة للمركز 46 قرية، تعداد سكاني 525,000 نسمة على مستوى المركز. حاجة كل الحمد لله 46 قرية دخلوا حياة كريمة. عندي الله أكبر، عندي 1131 مشروع شغال على مستوى المركز، من ضمنهم قرية سيتس اللي احنا فيها حاليا دلوقتي. يا بختك يا أستاذ صلاح، يا بختك، يعني حياة كريمة مركزة معاكوا جدا. الحمد جداً لله، الحمد لله. مركز بيبا يمكن أول مركز، الحمد لله مركزين دخلوا في المحافظة، من ضمنهم مركز بيبا فيه 46 قرية، المركز الثاني فيه 19 قرية. يعني احنا خدنا نصيب الأسد الحمد لله في حياة كريمة، مشروعات بتنفذ على أرض الواقع. كل حاجة هنا يعني والله العظيم فعلا فيها فايدة كبيرة قوي للبلد، وفعلا البلد اتغيرت، يعني بقت من قرية لمحافظة. الله أكبر، والله العظيم، ده الفتوح يعني ده كله. والله من قرية فعلا لمحافظة. واحنا بقى هنا هوف سيتس، فقابلنا ابو حميد، وقفنا قال لنا انا عايز اقول حاجه. عايز تقول ايه يا ابو حميد؟ عايز اشكر الرئيس على انجازاته وعلى تخطيطاته في كل حاجه، وهو نورنا النهارده في قريه سيس وحلانا وزودنا النص، وعامل انجازات كتيره معانا، وموفر لنا كل حاجه، وموفر لنا الانجازات كل حاجه، والمواصلات وكل حاجه موفره.